صورة ورواية. ورواية اليوم نحكيها بالضبط من منطقة أسكرام بجبال الأهجار بولاية تمنراست. وأنا في طريقي مع المرشدين المنطقة هذه تلاقيت طفلة نظراتها ما كانتش كأي نظرة، كانت تروي روايات تحدي وصبر تاع كل الرحالة الموجودين في المنطقة هذه. ولما اقتربت منها وحاولت نتعرف على بعض من أسرار العيش هناك، إلا أنه كان واحد من المرشدين علمني أن الطفلة بكماء، وهذا الشيء اللي خلاني ما نقدرش ننسى اللحظة هذه، ووثقت اللحظة هذه في صورة اللي خلتني نعيش كلمة أو عبارة كنت نسمع بها، أنه ربي إذا نحالك حاجة يعطيلك حاجة تقدر تكون أهم وتخلي الناس كامل يقتربوا لك.